مرحبا يا فتيات. إنها كالعادة تظن نفسها أفضل من الجميع. أنظر أمري. هل يمكنكما الحفاظ على الهدوء؟ ولكن يا ترى أين تكون فتاتنا الغنية الآن يا إيلا؟ إن فيوليتا الآن كالعادة تستعد للذهاب إلى التسوق. فيوليتا؟ أظن أنها أغنى فتاة في هذه المدرسة. لو كنت أملك نقودا كما يملك والد صوفي كنت سأغسل وجهي بها كل يوم. ماذا؟ من هذه الفتاة؟ أظن أنها جديدة. هل هذه فيوليتا؟ مرحبا فيوليتا. هل يمكنني الجلوس في قربك؟ بالطبع تفضلي واجلسي. فيوليتا ما هذا المظهر الجديد الذي أنت فيه الآن؟ فيوليتا تبدين فتاة جديدة بالنسبة لنا. أنا لست فيوليتا، أنا فيرونيكا. توقعت لأن فيوليتا لم تجلس بجانبي أبدا. إنها تمزح يا كيفن. أنت محق فيوليتا، كفاك مزاحا معنا. إن هذا ليس مضحكا. إنه غريب جدا وليس مضحكا. يا أصدقاء سأقولها للمرة الثانية، أنا جديدة هنا واسمي هو فيرونيكا. أنت لست فيوليتا؟ إن فيوليتا أختي يا أصدقاء، إنها تدرس هنا أيضا. ولكن هل تعلمين أنكما تشبهان بعضكما جدا؟ أجل أعرف ذلك لأن فيوليتا أختي التوأم أيضا. أمر مثير للدهشة. لم نكن نعرف ذلك. لم نكن نعلم أبدا أنه لدى فيوليتا أخت توأم. يوجد شبه كبير بينك وبين فيوليتا. إن الجميع مندهشون وأنا أيضا لم أكن أعلم أنه لدي أخت توأم إلا منذ فترة قصيرة. أجل لقد وجدت لحنا جديدا. هذا جميل جدا. ابنتي ما الذي تفعلينه؟ قل صباح الخير يا أبي، فكرت بلحن جديد وأقوم بعزفه. توقفي حالا ولا تفكري بهذه الأشياء ولا تتعبي يديك أبدا. ولكن يا أبي. أستطيع أن أستدعي لك موسيقيا يعزف لك لحنك. بوبي. ما هو اللحن الذي وجدته يا آنسة؟ حسنا اعزف لي لحن حياة المراهقين. لحن حياة المراهقين؟ لقد مللت كثيرا من هذه التصرفات. إنه سن المراهقة. حسنا ماذا سأفعل الآن؟ ماكس أريد أن أشكرك على عملك معي ومساعدتي. حسناً هيا نبدأ. من الجيد أنك أنت أيضاً تحب اليوغا. كم أحتاج إلى الاسترخاء وبعض الراحة. أخبريني عن المشاكل التي مع والدك. لا أريد التحدث عنه أبداً. حسناً. توقف يا ماكس إنك تضحكني كثيراً. قلت لك توقف عن هذا. أنت موقوف الآن أيها الشاب. ما الذي تقولينه؟ يداك إلى الخلف واتبعني. ما هذه الشرطية؟ إنها غريبة جداً. مرحبا يا ابنتي لا تخافي. والدي؟ لكن ماذا تفعل هنا؟ لن أسمح لهذا الشاب أن يهددك ثانية. ماكس أبي إنه صديقي. أظن أنه من الأفضل أن يتصادق أولادي مع أشخاص مهذبون. هل يمكنك التوقف عن مراقبتي يا أبي؟ ما هذه التصرفات؟ إنها كأمها. لا يوجد أحد هنا. هذا يعني أنه يوجد لدي وقت كافي لتعديل زينتي. أين هي ملكتنا؟ أظن أنها لم تأتي حتى الآن. بالطبع كعادتها ستروي لنا أين بعثرت نقودها. لماذا تضحكان؟ عن ماذا تتحدثان؟ ماكس هل تقصد أن والد فيوليتا كاد أن يضعك خلف القضبان؟ أجل إن هذه الأسرة يوجد خلل في عقلها أنا متأكد. يا أصدقاء عن ماذا تتحدثون؟ نتحدث عن فيوليتا. هل هذه الفتاة سببت لكم المشاكل مرة أخرى؟ ماذا؟ أجل سببت لنا مشاكل. أجل لا يوجد لدينا حديث في هذه المدرسة سوى عن تلك الفتاة المغرورة فيوليتا. يا لها من تفاهات. صباح الخير. قلت صباح الخير ألم تسمعوا؟
لقد جاءت. الآن سوف تبدأ فيوليتا برمي نقودها إلى اليسار وإلى اليمين وفي كل مكان. فيوليتا، ألا تستطيعين السؤال عن أحوالي؟ أستطيع ذلك ولكنني لا أريد. ما هذا؟ يا لها من فتاة مغرورة. ماكس، أظن أن فيوليتا قد سمعت كل حديثنا. وماذا في ذلك؟ لقد تحدثنا عن الموضوع ذاته. ولكنكم تكلمتم بطريقة سيئة عنها. لا شأن لك أيها العبقري، ودعك من هذه الأحاديث. صباح الخير يا طلاب. صباح الخير يا ماماك. حسناً، سنبدأ الآن بواجباتنا المنزلية. رائع، إنها فرصة مناسبة جداً لإظهار نفسي فيها. أوه يا إلهي، أنا لا أحب أبداً الإجابة على الدروس والواجبات المنزلية. أوه يجب أن أختبئ حتى لا تسألني أي سؤال. أخفض صوتك، إن المعلمة لا تنظر إلينا حتى. هذا رائع، حتى الواجبات المنزلية لم تكتبوها. يا أصدقاء، سنغشش بعضنا البعض، هل اتفقنا؟ حسناً، من الذي سيجيب منكم أولاً؟ أنا، هل يمكنني؟ أوه فيوليتا، أحسنتي، تفضلي واجلسي. وكيف لي أن أجلس؟ أيتها المعلمة، أنا لم أجيب على أي شيء بعد. وهذه هي العادة دائما. لا تقلقي يا فيوليتا، إن والدك قد اهتم بكل شيء يخصك. طبعا كالعادة، يا لها من فتاة محظوظة. ها هي نقود والدي فيوليتا تحتل كل شيء. أيها العبقري، قلت لنا أننا بالغنا بالموضوع؟ هذا يكفي، لقد انتهى الأمر. هاي أيتها الملكة، لقد سقط منك التاج. إنكم تغضبونني كثيرا بأمر نقود أبي يا أصدقاء. هل تظنون أن هذا الأمر فقط للسخرية؟ انظروا إليها ماذا تقول وتشتكي أيضا. حسنا، هذه هي، خذوها كلها إنها لا تلزمني. اجمعوا تلك النقود وضعوها فوق طاولتي. هيا لنجمعها. أوه إنها فيوليتا عادت من المدرسة. أنا أظن أنها بمزاج سيء الآن. بالطبع فهذه هي العادة. أوه يا إلهي، لقد مللت كثيرا من كوني غنية. هذا يكفي، يجب أن أفكر بحل لهذه المشكلة. يا أصدقاء، سأقولها للمرة الثانية، أنا جديدة هنا واسمي هو فيرونيكا. إن فيوليتا أختي يا أصدقاء، إنها تدرس هنا أيضا. أوه. ولكن هل تعلمين أنكما تشبهان بعضكما البعض جدا؟ أجل أعرف ذلك، لأن فيوليتا تكون أختي التوأم. لم نكن نعلم أبدا أنه لدى فيوليتا أخت توأم. لم نكن نعرف ذلك. أجل، فنحن مختلفتان كثيرا، وخاصة في الطبع. بالطبع مختلفتان كثيرا، هذا واضح. انظر إليها، إنها ليست غنية مثلها. هناك شيء غريب. كلا لا تتشابهان، انظرنا إلى فيرونيكا، إنها لا تشبه فيوليتا على الإطلاق، ليس حتى لدرجة الجنون. صباح الخير يا طلاب. صباح الخير. من سيخرج إلى السبورة؟ أتمنى ألا أكون أنا. يجب علي أن أختبئ كي لا تراني. أنا سأخرج. فيوليتا؟ كلا، أنا فيرونيكا، تلميذة جديدة. حسناً، إن لم تكوني فيوليتا فتعالي إلى السبورة وأجيبي على جميع الأسئلة. وأخيراً تحقق حلمي. يا لها من فتاة غريبة. أنا لست مندهشاً، يجب علينا أن ننسى أنها أخت فيوليتا. بالطبع. أوه أهلاً يا ابنتي. مرحباً يا أبي. ما الأمر يا فيوليتا؟ إنك اليوم تبدين بمزاج جيد. أجل، إنني سعيدة جداً، لقد حصلت على علامة عالية بجهدي الخاص. أتمنى أن يكون كذلك. كلا، ليس مهماً، المهم أنني حققت حلمي. وماذا إذن عن ملابسك يا ابنتي؟ هل أدعو لك مختصاً لتنسيقها؟ كلا 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 كلا. حسناً، كما تريدين، إنها تبدو غريبة جداً اليوم، وكأنها ليست فيوليتا. ما رأيكم بالقصة التي أخبرتنا بها فيرونيكا؟ إنه أمر غريب جداً. أنت محق؟ فلم يرى أحد هذه الأخت من قبل، وفجأة ظهرت في حياتنا. أنت محق، أين كانت كل هذا الوقت؟ هذا صحيح. انسي هذا الأمر، فأنا نفسي مندهش من أن هذا العبقري يفكر معنا. حسناً، دعونا من هذا الآن، المهم ماذا يمكننا أن نفعل مع التوأمين؟ أظن أنه يجب علينا التحري عن كليهما. حسناً، إذن سنقوم بدعوة فيوليتا اليوم في جولة لتبضع بعض الحاجات، وسنسألها عن كل ما يتعلق بأختها. ويمكننا أن نسأل فيرونيكا عن ذلك أيضاً. إن أردتم ذلك فأنا أستطيع. ما بكم؟
انظروا إلى هذا العبقري، إنه مغرم. إن أردتم ذلك فأنا أستطيع. هل تقدم لنا خدماتك الآن؟ كيفين، هل تريد أن تحصل على صديقة جديدة؟ هكذا إذن. هذا يكفي، إنها ليست كما أريد. ببساطة لدي فضول لمعرفة هذا السر. وما هو؟ أوه فيوليتا، إلى أين أنت ذاهبة؟ أبي، أي ثوب هو الأجمل برأيك؟ هذا الثوب أم هذا؟ أتريدين أن ترتدي هذه الملابس؟ بالتأكيد يا أبي، ما المشكلة في هذا؟ إن هذه الملابس لا تشبه ذوقك أبداً. حسناً سأرتدي هذا، أظن أنه مناسب أكثر لعمل اليوم. أوه، إن جولة التسوق متعبة أليس كذلك؟ أجل، وخاصة أنك قمت بشراء الكثير ولم يبقى في المتجر شيء إلى القليل يا فيوليتا. بالطبع، فأنا لا أحب أن أحرم نفسي. إنها توترني كثيراً بتصرفاتها. أجل، لقد أصبحت أكثر غروراً الآن. إن خطتي تجري كما أريد. فيوليتا، لم تخبرينا أين هي أختك التوأم؟ في الحقيقة لديها بعض الأعمال. هذا مؤسف حقاً، كنا نريد أن نراها. أنا مندهشة جداً، أنت وأختك تشبهان بعضكما كثيراً. أجل، فنحن أختان توأمان. مرحباً، كيف حالكم؟ أهلاً، نحن بخير. يا إلهي، هذا ليس وقتاً مناسباً يا أبي. أين هي حالياً؟ لقد حان وقت الذهاب. ولكننا لم نشرب شيئاً حتى الآن يا فيوليتا. هذا ليس مهماً، ستشربان لاحقاً، هيا اذهبا. هذا تصرف مخجل. فيوليتا، ما هذا الذي فعلتيه مع أصدقائي؟ يا أبي، من الأفضل أن لا تسألني. حسناً، كنت فقط أريد أن أعرف ما هو السبب. لقد مللت منهما، هذا هو السبب. لكن هذا تصرف سيء. حسناً، لن أكرر هذا مرة أخرى يا أبي. هيا 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 هيا. ماكس، ماذا تفعل؟ إنني ألعب الآن. يا للهول، لقد خسرت بسببك. أليكس، ألم ترى كيفن اليوم؟ من؟ ذلك العبقري؟ إنه يهتم بأختي فيوليتا التوأم كثيرا. صحيح، أظن أنه لديهما موعد أو شيء لا أعرف ما هو. أنا بانتظار عودته حتى يحدثني عن كل الذي حدث معه وبالتفصيل. أنت محق، سوف يعرف كل شيء من أختي فيوليتا. فيرونيكا، مرحبا. أهلا، هل انتظرت طويلا؟ كلا، لا عليك من هذا. ما هذا؟ هل كنت في السوق؟ كلا يا كيفن، إن هذه حقيبتي. حسناً، رائع جداً. لحظة من فضلك. مرحباً. مرحباً يا فيوليتا، لقد وصلنا أنا وإلا إلى جانب منزلك. ماذا؟ ماذا تقصدين؟ لقد نسيت إلا هاتفها في منزلك، أيمكنك إحضاره؟ أجل، أيمكن أن تحضره لك فيرونيكا، فأنا لست في المنزل. ماذا تقصدين لست في المنزل؟ منذ متى خرجت؟ أخبريني. لا داعي للكذب، إننا أمام منزلك. يا إلهي، أظن أنه كشف أمري. ما الذي حصل؟ لا عليك، انتظرني قليلا. هل جنت أم ماذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ مرحبا، لقد عدت. مرحبا يا فيوليتا. مرحبا يا أصدقاء. جئتما في الوقت المناسب، سأحضر لكما الهاتف. كيفن، ماذا تفعل هنا؟ أنا... لكن يجب أن تكون مع فيرونيكا الآن، أليس كذلك؟ تفضلي الهاتف. لكن أين فيرونيكا؟ إنها... ذهبت إلى المنزل لترتدي شيئاً لأن الجو أصبح بارداً. حسناً إذن، بلغها سلامنا. حسناً، شكراً، سأبلغها سلامكما. فيوليتا، ألا تريدين أن تقولي لي شيئاً ما؟ هذا كل شيء. إنك تقولين أن فيوليتا وفيرونيكا ليستا توأمان، بل هما شخص واحد بالفعل؟ أجل. حسناً، أنت من اخترع هذا وتقومين بتنفيذه بذكاء. أجل، لهذا بدأ الجميع بالتحدث معي، لأنه لا أحد يحب فيوليتا أبداً. إذن أنا هو المحظوظ الوحيد في هذه المدرسة، لأنني كنت أتجول مع فيوليتا. لا، وهذا لن يصدق أبداً. لا داعي لقول ذلك، فأنا أيضاً محظوظة بك. وهل تريدين الاستمرار في هذه اللعبة؟ أجل، ولما لا؟ حسناً، سأساعدك إذن، سيكون ذلك ممتعاً. شكراً لمساعدتك. لا داعي، فهذا واجبي. أجل يا إيلا، كان ذلك ممتعاً جداً. مرحباً يا فتيات. أهلاً بكم. أخبرانا، هل عرفتما شيئاً؟ كلا. فيوليتا طردتنا من منزلها، هل تصدقان ذلك؟ يا إلهي. مرحباً يا فيوليتا. ماكس، أهلاً. انظروا إليها جيداً،
فهي لا تريد حتى التحدث إلينا. فيوليتا، أين هي فيرونيكا؟ في الحقيقة لقد تأخرت، لكنها يجب أن تصل بعد قليل. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا فيوليتا، إن المعلمة مونيكا تبحث عنك في كل مكان. مونيكا ماذا تريد؟ حسنا شكرا لك. إن ملابسك في غرفة تبديل الملابس. حسناً يا أصدقاء، كيف حالكم؟ ليس مهماً، هيا أخبرنا ما الذي حدث. عن ماذا سأحدثكم؟ أخبرنا عن فيرونيكا. هل فهمت شيئاً؟ ومن أين جاءت الأخت التوأم لفيوليتا؟ اهدأوا جميعاً، ما بكم متسرعون؟ مرحباً. ها قد جاءت. لن نستطيع التحدث الآن. فيرونيكا، لما لا ترتدين الملابس المعتادة؟ ولكن هذه هي ملابسي المعتادة، ليست مثل تلك التي ارتديتيها. أجل، في الحقيقة كلبة فيوليتا أكلت لي ملابسي وأنا لست أملك غيرها. أجل، لا تملك ملابساً كثيرة كأختها. ما هذه الأخت التي لديك؟ أمراً مخيفاً تماماً. ألا يوجد في خزانتكما شيء يمكنك ارتداءه؟ أجل، هذه هي الحقيقة. حسناً، سوف نبحث عن فيوليتا ونحدثها عن ذلك كما تستحق. أجل، لكن عليكم البحث مطولاً. ماذا تقول؟ هيا فلتذهب قبل أن ينتهي درس الرياضة. أظن أن فيوليتا عند المعلمة، لقد رأيتها هناك منذ قليل. حسناً، سوف ننتظرها هنا. أليكس، هل فهمت شيئاً؟ أها، أظن أن هاتين الأختين التوأمين لا تشبهان بعضهما. مرحباً يا فيرونيكا. ما الذي تفعلينه؟ يهمك ذلك حقاً يا أليكس؟ في الحقيقة لا يعنيني. إننا نريد أن نعرف شيئاً مهماً، هل يمكنك مساعدتنا؟ لماذا فيوليتا غنية جداً وأنت فقيرة؟ لكنني لست فقيرة جدا، هل ترغبان في هذا؟ هل هذه معكرونة؟ إن فيوليتا حاليا في المقهى تتناول السوشي وأنت هنا تأكلين المعكرونة بيديك الاثنتين؟ أجل. يا لكم من أسرة غريبة الأطوار يا فيرونيكا. بالمناسبة، هل يمكنني أن أجد عملا مناسبا لي في هذه المدرسة؟ كلا، لا أعلم. هاي أليكس، أظن أنها أفقر مما اعتقدنا بكثير. حسناً، نراك لاحقاً، بلغي سلامنا لأختك. طبعا سأبلغها سلامكما، إلى اللقاء. أخبريني، هل اقتنعا؟ أجل بالطبع، واكتشفت أن المعكرونة لذيذة جداً، هل تريد؟ أجل، إنني أكلها دائماً في المدرسة. يا إلهي، أظن أنه يمكنني أن أعيش حياة فقيرة. انتبهي، إن الفتيات يبحثن عنك في المدرسة. أعرف، ليبحثن، فلن يستطعن إيجادي أبداً أبداً. وكيف ستستطيعين خداع الجميع في الأمسية؟ ماذا تقصد؟ أعني كيف ستذهبين إلى الحفلة، كفيوليتا أم كفيرونيكا؟ عن أي أمسية تتحدث؟ فأنا لا أعرف شيئاً. وأنا لا أعرف، لقد سمعت عن ذلك بالأمس. بالطبع، فأنت لن يدعوك أحد. حسناً، يجب أن أكون في الاحتفال. كيف ذلك ولم يدعوك أحد إليها؟ لا عليك من هذا كيفين، عليك مساعدتي، فمن دونك لم أتمكن من حضور الأمسية. لا تطلبي هذا، لا أحد دعاني إليها. ليست مشكلة، فأنت ستذهب معي إلى الأمسية. لكنني لن أذهب إلى مكان كهذا أبدا. لا كيفين، أرجوك. كلا، لن يحدث هذا أبدا. إذا كنت واحدة في هذه المهمة سينكشف أمري، أرجوك ساعدني. حسنا، ولكن فلتترك قدمي الآن. شكرا لك يا كيفين. لكن هذه المرة الأولى والأخيرة. شكرا لك كيفين. ما الذي حصل لي؟ وأخيرا عدت، اشتقتم إلي. مرحبا يا سارة. مرحبا. ماذا تفعلين هنا؟ هل أنت جاد؟ ما بك يا ماكس؟ هل نسيت الأمسية؟ يا إلهي، لقد نسيت ذلك نهائيا. هن مينغ، أنا حضرت كل شيء وكنت مستعدة، وأنتم؟ كل هذا بسبب فيوليتا وأختها التوأم. بسبب هاتين التوأمين لقد نسينا كل شيء وحتى الأمسية. عن أي توأمين تتحدثان الآن؟ سارة، أنت لا تعرفين شيئاً حتى الآن. اجلسي وسنروي لك كل ما حدث بالتفصيل الممل. هيا أخبراني، كل أذان صاغية. هيا تعال. كلا 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 كلا، ماذا تريدين؟ كلا. هيا ساعدني. ما بك يا كيفين، لما لا تريد أن تساعدني؟ فيوليتا،
أقصد فيرونيكا، هل تستطيعين رؤيتي؟ أجل، أنا الآن أمامك وأنظر إليك. وكيف لأحد مثلي أنا مساعدة فتاة مثلك أنت لحضور أمسية؟ أجل، إن فيرونيكا هي الأخت الفقيرة، ليست مثل تلك المغرورة فيوليتا. وماذا؟ وأنا لا أستطيع أن أكون مثلها أبداً. فهمتك الآن. وأخيراً فهم قصدي. هل تريدين مني أن أرافق تلك الفاشلة؟ هذا ما أريده. حسناً، أستطيع ذلك. شكراً لك يا كيفن. صوفي، كيف ستستقبلين صديقتك المفضلة؟ سارة صديقتي. كيف حالك؟ حسناً، أخبريني الآن يا صوفي، لماذا ليس لدي علم بالذي حصل هنا؟ عن ماذا تتحدثين؟ حسناً، لقد أخبرني صديقي عن التوأم، هل هذا صحيح أم ماذا؟ فيوليتا وفيرونيكا. أجل، ولكن لماذا أسمع عن ذلك منهما وليس منك؟ حسناً، سنلتقط صورة تذكارية ومن ثم أحدثك عن كل شيء. حسناً، لقد أقنعتني. والآن، ما رأيك في هذا؟ أوهو، أظن أنه معاصر جداً. ومع هذه القبعة، كيف؟ أصبحت ملابسك حديثة جداً بالنسبة لفتاة فقيرة. وماذا علي أن أفعل الآن؟ حسناً، حاولي أن تقلديني. حسناً، سأخذ بعض أشياءك وأرتديها إذن، هل أستطيع؟ لحظة، ما الأمر؟ ماذا؟ ما الذي حصل؟ يا إلهي، ما هذا؟ كيفن، لقد عادت سارة الآن. حسناً، كنت أظن أنكما أفضل صديقتين على الإطلاق. ما هذا الحظ؟ لكنها تعرفني جيداً وستكتشف بأنني كاذبة ومخادعة. يجب عليك وضع الزينة حتى لا تستطيع أن تكشفي أمرك. ماذا كنت سأفعل من دونك؟ بالطبع، حياة الفقراء متعبة ولا تناسبك أبداً. أجل، ولكن ما هذه التفاهة الآن؟ حسناً، لم أكن أقصد، أنا آسف. وهذا هو كل ما حصل. ولكن أخبريني، هل أخت فيوليتا هذه أصبحت صديقة ذلك الولد العبقري كيفن؟ أجل يا سارة، لم أكن أعرف أن لديها أخت توأم. وأنا أيضا. هذا غريب جدا. ما هو الغريب في هذا؟ أخبريني يا صوفي، هل رأيتما التوأم مع بعضهما في وقت واحد؟ أظن أننا لم نراهما مع بعضهما. يوجد شيء غريب في هذا. كلا، لاحظت أن فيوليتا في الآونة الأخيرة مشغولة كثيرة في شيء ما. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. ماذا تقصدين؟ أقصد أنه يجب أن نلتقي مع فيوليتا وفيرونيكا ولكن في وقت واحد. شكرا لك يا كيفن. هل ستأخذين كل ملابسي حتى ترتدينها؟ كلا، لكن يجب التفكير بمظهر لك يناسب الفتاة الفقيرة. لا داعي لهذا يا فيوليتا، هذا جيد جدا. كلا، يجب عليك تبديل هذه الملابس القبيحة، لذلك يجب عليك أن تختار شيئا آخر. ماذا؟ هيا عليك أن تبدأ. لقد وقعت يا كيفن. ما الذي تفعله مجددا؟ لماذا كان يجب اختيار الكثير من الثياب يا فيوليتا؟ هل ترى ما أراه؟ نعم، ولكن هذه فيرونيكا أم فيوليتا؟ هل أنت جاد؟ لا أدري، فأنا لا أستطيع التمييز بينهما. إن هذه فيرونيكا بالتأكيد. بالطبع، فإن فيوليتا لم ولن تسير مع هذا الذكي أبدا. هيا لنعرف إذن. يا فيرونيكا. مرحبا فيرونيكا. ماذا تريد؟ مرحبا بكم. ألا تريدين أن تذهبي معنا إلى الأمسية؟ أريد. وسوف تتعرفين على زميلة أخرى أيضا، هي التي تقيم هذه الأمسية. ولكن إذا كنتم تريدون ذلك سأأتي إلى الأمسية. هذا ممتاز. حسنا، ولكن لا نريد أن تجلبي معك هذا الخاسر، اتفقنا؟ حسنا، كنت أجهز نفسي بقوة للذهاب. لتذهب وتقرأ الكتب أيها الفاشل. تعالي من دونه، هل فهمتي؟ نعم بالطبع، فإن هذا الفاشل لن يكون موجودا في الأمسية مساء اليوم. ممتاز، إلى اللقاء. أوصل السلام لفيوليتا. إلى اللقاء. هذا جيد، الآن يمكنني ألا أذهب إلى هذا اللقاء المجنون. لا أريدك أن تتوتر يا كيفن وتفهم قصدي بشكل خاطئ. ماذا تقصدين؟ أنا قلت أن كيفن الفاشل لن يكون هناك. حسنا، أما كيفن الشبيه فسوف يحضر الأمسية. كلا. إذن وهل تعجبك تصرفاتهم واستهزائهم بك دوما أيها الفتى؟ لا فرق لدي ولا يعنيني الأمر. لا تتحدث كثيرا يا صديقي، وهيا اذهب معي. لماذا علي فعل كل ذلك؟ والآن كيف أبدو لك أليكس؟
طبيعي جدا. إذن يتوجب علي ارتداء شيء ما آخر. ما الذي تتحضر إليه؟ حسنا، أريد أن أدهش واحدة من فتياتنا. واحدة منهن؟ نعم، واحدة منهن، ولكن لم أقرر بعد أي واحدة. إذن إن فيوليتا قد قامت برفضك، والآن تريد أن تدهش فيرونيكا. ولماذا لا يكون ذلك؟ هكذا إذن، كنت أظن أن الفتيات مثل فيرونيكا لا تثير إعجابك. أنت محق أليكس، ولكن هي تكون توأم فيوليتا يا صديقي. من الممكن أن تكون رائعة كأختها. إذن يوجد لدي خطة، اليوم أنا سوف أتقرب من فيوليتا ولنرى ما سيحصل. حسنا، أتمنى أنك كنت تمزح بشأن فيوليتا. فهمت منك أن أمرها لا يهمك؟ بالطبع لا، لقد فهمتني بشكل خاطئ يا ماكس. أتمنى أن لا أراك بالقرب من فيوليتا، هل فهمت يا فتى؟ فهمت. أين أنت؟ ادخل يا كيفن. هل أنت واثقة أنني سأذهب بهذه الثياب؟ أوه، هيا اجلس. ليس تماما صحيح. إذا نزعنا هذا وهذا أيضا، فإنك ستبدو بشكل لا بأس به. أتعرفون؟ يوجد هدوء في المكان لأن فيوليتا ليست هنا. فعلا أنت محقة، فأنا أشعر بالكثير من الملل. إن فيرونيكا مختلفة تماما عن أختها. الآن ستأتي فيوليتا إلى هنا. نعم صحيح، وعندها سيصبح لدينا ضجيج. هاجمتموها سابقا والآن مللتم من دونها. نعم قليلا. لماذا أنتم هادئون يا عجائز؟ أوه فيوليتا، لقد أتت فيوليتا، انظري إليها، من هذا الجميل الذي معها؟ لا أدري بمن يذكرني هذا. هل عرفتم أنه يكون صديقي الجديد؟ إن شكله غريب قليلا. فيوليتا، ومن يكون صديقك الجديد؟ جديد؟ كلا، فأنا أدرس معكم منذ عدة أعوام. هذا كيفن، ألا تذكرونه؟ كيفن؟ هل هذا هو كيفن الفاشل ذاته؟ الخاسر كيفن؟ أوه، هو الآن ليس خاسراً كما كنتم تعتقدون. لحظة، إنه صديق أختك التوأم، ما اسمها؟ فيرونيكا. وبالمناسبة، أين هي؟ حقاً فيوليتا، أين هي فيرونيكا؟ هي لن تستطيع أن تأتي، وماذا لو أنه ما تصادقا؟ إنه الآن صديقي أنا. ولكن ما هذا؟ إنه لا يعجبني. ولكنك تتصرفين على هذا الأساس. يا فيوليتا، هل يمكن أن نرقص معاً؟ أعذرني يا ماكس، فأنا وعدت كيفن بهذه الرقصة. لم أفهم. هذا هو المنعطف الحقيقي. وأنا أيضاً يزعجني هذا. لكنهما ثنائي جيد. أنت أغلق فمك. إنه من المؤسف أن الأخت الثانية لم تظهر حتى الآن. ولماذا؟ غدا ستتعرفين عليها. هذا صحيح. أوه مرحبا، هل أنت؟ مرحبا، أنا فيرونيكا. فيرونيكا، سررت بمعرفتك، أنا سارة، لم نتعرف من قبل صحيح؟ سعدت بلقائك. ولماذا لم تأتي إلى الأمسية البارحة؟ أخبريني. شعرت بوضع سيء في جسدي. لا عليك، سنلتقي فيما بعد يا فيوليتا. فيرونيكا. صحيح، لقد أخطأت باسمك. مرحبا. مرحبا أيها الجميل. هل قالت هذا لي؟ نعم لك، هيا اجلس بسرعة. فيوليتا، أنا لن أظهر بمظهر الأمس أبدا، هل لديك علم؟ ليس كذلك، يوجد لدي مشكلة. ماذا حدث؟ إنها سارة، لقد شكت في شيء ما. سارة؟ هل تعتقدين أن باستطاعتها معرفة أنك تخدعين الجميع؟ أظن ذلك فعلا. ومن الممكن أنك ستوقفين هذه اللعبة. ماذا تقصد؟ الجميع يتعامل مع فيوليتا بشكل طبيعي. هل تمزح أم ماذا؟ كلا، إن طلاب صفنا لا يطيقون رؤية فيوليتا، هذا ما أعرفه. الموضوع واضح. إذن أنا سأذهب الآن إلى الفتيات، وستظهر فيوليتا في المدرسة لهذا اليوم. ألم تنسي شيئاً؟ أبداً لن أنسى شيء. وتذكر يا كيفن، يجب عليك تغيير ملابسك، أتفهم؟ لديك فكاهات ثقيلة. وماذا بعد؟
كيف كان يومك بالأمس أنت وكيفن؟ هيا أخبريني. لا بأس به، كان جميلا. لا بأس به، إنه الفتى الأجمل على الإطلاق يا صديقتي. نعم هذا صحيح. حسنا حدثيني، ما هو الموضوع إذن؟ إن موضوع فيوليتا وتوأمها الذي ظهر فجأة لا يدخل عقلي أبدا. ماذا تقولين؟ صحيح. مرحبا يا سارة. عن ماذا أردت أن تحدثيني إذن؟ اهدئي، سوف أخبرك بالأمر غدا. يا فتيات، ألا تريدون رد التحية؟ أهلاً. ما الأمر الذي تتحدثان عنه؟ جيد، لقد تذكرنا شيئاً يخص أختك التوأم بالتحديد. وماذا تذكرتما؟ ولماذا أنتما لا تتفقان؟ إن حياتنا مختلفة وطبعنا أيضاً، فأنا مثلاً غنية وهي... هذا واضح. وبالمناسبة، هل لديكما حذاءان متشابهان؟ قدمته لها في عيد ميلادها. نعم، هذا واضح. لقد حان وقت ذهابي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا لا أصدقها. هل رأيتي؟ لم تكن هي. ما هذا الذي حصل للتو؟ ألم تشاهدي بنفسك ما الذي جرى منذ قليل؟ لقد ركزت اهتمامك على حذائها الرياضي. وماذا بعد يا عزيزتي؟ ألا ترين أن ظهور الحذائين في وقت واحد أمر يدعو للشك بعض الشيء؟ أما أنا فأظن أنك تفكرين بسخافة يا فتاة. هذا جيد، وأنا لن أترك هذا الموضوع يمر ببساطة. يا صديقتي، هل لديك شك بشيء ما تجاه فيوليتا؟ وأخيرا فهمتي، إنني أشك يا صوفي. وأظن أن الفتاة الغنية قررت اللعب على الجميع، ولكن إن هذا الأمر يحتاج إلى إثبات. لا أعرف بعد، ولكن أنت ستساعدينني حتما. هذا ممتاز، لا يوجد أحد هنا ويمكن الجلوس والقراءة بهدوء. أوه، انظروا من لدينا هنا يا أصدقاء. كيفن، هل نسيت أين هي المكتبة أيها العبقري؟ أوه، ها أنت هنا؟ أوه، وها هي صديقتنا قد جاءت إلى هنا. فيرونيكا، لماذا لم تأتي إلى الأمسية البارحة؟ كنت مريضة، وماذا في ذلك؟ اقتربي قليلاً. وماذا تريد؟ أريد أن أخبرك أن أختك، أقصد فيوليتا، إنها تسرق منك صديقك. وما علاقتك أنت؟ أيها العبقري، ماذا تفعل؟ لا تتنصت عليهما. أي أنني لم أقصد ذلك. حسناً، وما هو الفارق بالنسبة لك فيما تفعله أختي فيوليتا؟ أنا أقصد أنه بيني وبينها علاقة. هل قلت شيئاً مضحكاً؟ كلا، ولكنني لم أعلم بأنك لديك صداقة مع فيوليتا كما ذكرت. اسمعي إذن، هيا قولي لصديقنا العبقري أن ينسى موضوع فيوليتا نهائيا. حسنا، سأخبره. أليكس، فلنذهب. نحن ذاهبان يا عبقري. أجل، كل شيء جيد. ما بك، هل تسخرين مني؟ كلا، فإن ماكس أضحكني. وكيف ذلك؟ إنه لقد قدمني أنا لصداقتك. فيرونيكا؟ كلا، إنها فيوليتا، فقد قدر أنني لك. لا يمكنني. إنه لشيء مضحك. إنها مشكلة للعقل. حقا، وأنا أيضا سوف أذهب. والآن سأقوم بتبديل ثيابي، فيجب الذهاب إلى المدرسة مع فيوليتا. مرحبا يا كيفن. مرحبا. لا تسرع في الهروب من هنا، لدينا بعض الأسئلة ونريدك أن تجيب عليها. وماذا تريدان مني؟ كيفن، أنت تتصادق مع فيرونيكا، أليس كذلك؟ أجل. وهل رأيتها هي وفيوليتا معا ولو لمرة واحدة؟ نعم، وأكثر من مرة. هل هذا صحيح؟ بل أنك تخدعنا يا كيفن. ويمكن أنك في ذات الوقت مع فيوليتا. وما الذي تظنانه؟ إذا لم تصدقا فلتأتيا اليوم إليهما في المنزل وستريان أن الاثنتين موجودتان. هل تعلم؟ هذا ما سنفعله بالتأكيد. حسناً، سنذهب اليوم في زيارة إلى التوأم وسنفهم كل شيء. حقاً، حان وقت ذهابي. يا له من غبي. فيوليتا، من الجيد أنك هنا. ما بك يا كيفن؟ لقد بحثت عنك في كل المدرسة. وما الذي حدث؟ أخبرني. سامحيني، فيبدو أنني فعلت شيئا خاطئا. إذن فلتهدأ وتخبرني كل شيء منذ البداية. هذا يكفي، قريبا سيصبح كل شيء واضحا أمامنا. وأنا أعتقد أن فيوليتا سوف تختفي في هذا المساء.
إذن هل نحن جاهزان لنثبت لهم الحقيقة؟ وهل أنت واثقة من أن هذا سيكفي؟ هذا هو المطلوب. وأظن أن لا داعي له. أنت بنفسك بدأت بكل شيء. كنت أريد المساعدة فقط. إذن هيا وساعدني. مرحباً. مرحباً. لقد حضرتما بشكل مفاجئ. أجل، أتمنى ألا نزعج أحداً. هل ستدخليننا؟ نعم، ادخلا وسنشاهد فيلماً سوياً. أوه، مرحباً. آه، ومن كان هذا؟ أبوك؟ سارة، إنه ليس أبي، بل هي فيرونيكا. إنها فيرونيكا. حسناً، أظن أن علينا أن نذهب الآن. إذن والفيلم؟ نستبدل الفيلم بالفوشار. كلا، لا نريد هذا. إلى اللقاء. هل هذا كل شيء؟ نعم، لقد فعلناها يا كيفن، لقد فعلناها. جيد جيد. إنني مندهش، لقد ظننت أنني سأتجول في هذه الثياب طوال هذا المساء. لقد قمت بعمل رائع وبشكل ممتاز. أجل، فهاتان الفتاتان غبيتان حقا. يا فيوليتا، لقد نسينا المحفظة هنا. كيفن؟ ألم تقولي لنا أن هذه هي فيرونيكا؟ يا للهول. مرحبا.